هذه الحركة هي مؤسسة رائدة في مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وعطاؤها عبر مسيرتها الطويلة لا يخفى على أي مواطن في ليبيا. أيضاً هي مدرسة لتقويم الأخلاق والسلوك. كلنا نعرف أن تلك الفترة في الستينيات المجتمع في بداية انفتاح، يعني الفتاة يكاد تمشي للمدرسة وتتعلم، ما فيش فرصة لأنشطة ولا مجالات أخرى لتشترك فيها أو تنضم إليها الفتاة. بدأت الحركة تنتشر، بدأ في حديث عن الحركة الكشفية، يعني في البداية كان طبعاً في انغلاق تام، لكن بدأت فيه فكرة عن الحركة الكشفية وعن أهدافها وعن نشاطاتها، فكان الموضوع أسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفة على قناة الوسط، وهي قناة حسب رأيي تتميز بالحيادية والمصداقية. طبعاً ليتحدث عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات. هذه الحركة هي مؤسسة رائدة في مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وعطاؤها عبر مسيرتها الطويلة لا يخفى على أي مواطن في ليبيا. أيضاً هي مدرسة لتقويم الأخلاق والسلوك. تأسست الحركة العامة للكشافة طبعاً بداية سنة 1954 بقيادة المرحوم علي خليفة الزيدي. في ذلك الوقت كان القائد في ولاية برقة، قائد منصور الكيخية، رأى ضرورة إدخال العنصر النسائي للحركة الكشفية لتقويم سلوك النشأ ولخلق جيل سليم. طبعاً كلنا نعرف أن تلك الفترة في الستينيات المجتمع في بداية انفتاح، يعني الفتاة يكاد تمشي للمدرسة وتتعلم، ما فيش فرصة لأنشطة ولا مجالات أخرى لتشترك فيها أو تنضم إليها الفتاة. فكان طبعاً أولياء الأمور ما عندهمش يعني ما فيش الانفتاح إنهم هم يشاركوا بناتهم في مجالات أخرى، بل بالعكس، يعني كثير من الفتيات انقطعن عن الدراسة في مرحلة معينة، انقطعن عن الدراسة. ولكن القائد منصور الكيخي سعى وأصر على ذلك، وكان اتصل برائدة النهضة النسائية في ذلك الوقت المرحومة حميدة العنيزي، وهي مؤسسة جمعية النهضة النسائية، وطبعاً كانت المؤسسة الوحيدة اللي هي تلتحق بها الفتيات، بالإضافة إلى بعض المدارس. طبعاً بمساعدة المرحومة السيدة حميدة العنيزي تم الاتصال بأولياء الأمور وشرح أهداف الحركة الكشفية وإقناعهم بانضمام بناتهم لهذه الحركة. طبعاً كان أكيد كانت في محاولات عديدة للإقناع، ثم تم انضمام عدد من الفتيات. كانت على طبعاً القايدة نجاة طرخان كانت على رأس المجموعة، القايدة فهيمة دربي، القايدة المرحومة فوزية التجوري، القايدة مبروكة المفتي. كانت هذه النواة الأولى لحركة المرشدات. تم تدريبهن في مخيمات في طرابلس، ثم سافروا لتونس أيضا لإعدادهن ليكون قائدات. بعد رجوعهن تم السعي لنشر حركة المرشدات بانضمام عدد من الفتيات. بنفس الطريقة وبمساعدة جمعية النهضة النسائية على رأسها مؤسستها
المرحومة حميدة العنيزي وقيادة القائد منصور كيخيا، القائد عبد القادر غوغا، القائد سالم الكبتي، القائد محمد الهوني شفاه الله وعافاه، اتصلوا بأولياء الأمور. طبعا في خلفية، بدأت الحركة تنتشر، بدأ في حديث عن الحركة الكشفية. يعني في البداية كان طبعا في انغلاق تام، لكن بدأت فيه فكرة عن الحركة الكشفية وعن أهدافها وعن نشاطاتها، فكان الموضوع أسهل. انضمن عدد كبير من الفتيات، تقريبا حوالي 30 فتاة، وتكونت أول فرقة طبعا الفرقة النواة الأولى تكونت سنة 1960، الفرقة الأولى للمرشدات تكونت سنة 1961، يعني المزمن متقارب. طبعا كنت أنا من ضمن هذه الفرقة، العدد كان لبس به. طبعا في ذلك الوقت صغار في السن ورغبنا في الانضمام وحبينا أن احنا اجتماعات وحفلات ورحلات، يعني نشاط محبوب ومرغوب. لكن بعد في بداية الأنشطة بتاعنا فهمنا أن فيه مبدأ آخر اللي هو خدمة المجتمع، بالإضافة إلى اشتراكنا في المخيمات، مساهمتنا في الأعياد الوطنية والأعياد الدينية، الاستعراضات. كانت فترة بصراحة رائعة، فترة الستينات. لكن أيضا انضمينا إلى خدمة المجتمع. البداية كانت بالمشاركات، العمل التطوعي، جمع التبرعات لدولة فلسطين عن طريق منظمة فتح الفلسطينية، أيضا جمع التبرعات للشعب الجزائري في دوره في تحرير حرب التحرير الجزائرية، أيضا زيارة بعض الزيارات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية. شاركنا في مخيم العربي للمرشدات في جدايم سنة 1966، وطبعا بالنسبة لي أنا كان يعني آخر مخيم شاركت فيه. في نهاية الستينيات انقطعنا عن الحركة لظروف طبعا زواج، الدراسة، السفر خارج البلاد. معظم الحركة الأولى الفرقة الأولى للمرشدات انقطع عن البعض، طبعا تواصل، ومنها القايدة نجاة ربي يعطيها طولة العمر والصحة والعافية، ما زالت متواصلة من ذلك الوقت إلى الآن. انقطعنا وتهنا في الحياة، وكل واحدة يعني في ظروفها وفي أسرتها وتربية أطفالها ودراستها وكلهم في مجالها. ثم في سنة 1987 قررت القايدة نجاة أن هي تعيد الكرة وتحيي حركة الفرقة الأولى للمرشدات بتأسيس رابطة كما كانت تسمى في السابق قدام المرشدات، الآن فهي تسمى برابطة رائدات المرشدات. اجتمعت بينا ورحبنا بالفكرة، وطبعا ترسخت في نفوسنا حب العطاء، حب خدمة المجتمع، لأن اكتسبناها في الصغر وتنمت في روحنا، يعني انغرست فينا في دمنا. بدينا نختلف الوضع، تركزت الرابطة على أول أهدافها أنها تواصل مع الأجيال، تواصل مع الأجيال، مع الفرق المرشدات، بالتوجيه، بالاستشارة، بالنصح، يعني أيضا خدمة المجتمع. هذين هدفين رئيسيات لرابطة رائدات المرشدات. كان في طبعا تواصل أيضا، يعني الرابطة الحق من 87 إلى الآن، شوفي كل الفترة هذه والسنوات عطاء عطاء، يعني في مجال الاجتماعي، مجال العلمي، مجال الصحي، مجال ديني. كنا نلقي في المحاضرات في يعني في المجالات الثقافية والتوعوية، الدينية، الترشيدية،
احيانا تقوم بها بعض من الرائدات، ونستعين ايضا باخوه لنا في نفس المجال، في دكاتره، بشيوخ، برواد في مجال التنميه البشريه. ايضا نقيم الندوات المختلفه، الدورات التدريبيه في الاسعافات الاوليه، في الاعمال اليدويه. كنا ايضا فعلا نستعين ب ناس في هالمجالات هذه. ايضا قمنا عده ندوات في مجال ترشيد الكهرباء، ترشيد المياه، توجيه والتوعيه الصحيه. اتصلنا بالمدارس وقدمنا فيها محاضرات عديده. ايضا كانت لنا اتصال وتعاون مع جمعيه اصدقاء المعاقين. قمنا بزيارات عديده للمؤسسات الاجتماعيه، دار الرعايه، دار رعايه الطفل، دار رعايه الفتيات، دار رعايه المسنين. كنا كل سنه في عيد الام ان نزور دار رعايه المسنين، نقدم لهم بعض المساعدات. فعلا كان هي الزياره بروحها كانت يعني نحس ان نحن درنا عمل انساني فعلا، يعني لانهم بيستقبلونا بيحسوا ان في حد مهتم بهم ويسال عليهم. ناس طبعا تعبانين، عجزاء، مرضى، لكن الحقيقه يعني نحن بالنسبه للمكان وبالنسبه للاشراف والرعايه لا بس بها الحق يعني. فكنا نقضي معاهم في يوم برضك دور الرعايه في المدينه، في طبعا هم دار رعاية المسنين في منطقة شرقية في مسا، ودور الرعاية هنا في بنغازي. كنا نمشي لهم يعني في الأعياد، في المناسبات مع عيد الطفل، عيد الفطر. طبعا هذه يعني ما تقتصرش علينا احنا كرائدات، حتى الفرق الزهرات واللي كانوا يقدموا في الألعاب والهدايا. أيضا خلقنا توأمة في المنطقة الشرقية، كنا نزور على منطقة تقريبا على جميع أنحاء ليبيا، جميع مناطق ليبيا. نزرنا المناطق المتواجدة فيها أفواج المرشدات وخلقنا معهم توأمة، وبرضك كانوا يزورونا أيضا حتى هم يجوا هنا. تعرف على تلك الفواج، ايضا تعرف على المدن الليبيه. وكانت فرصه فعلا، فرصه لنا نحن ان زرنا عدد كبير من المناطق في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. ايضا زرنا عده مناطق، التقينا باخوات واخوه لنا في نفس المجال، تبادلنا معارف، تبادلنا علاقات. ايضا شرحنا برنامجنا، وفعلا هم شرحوا البرنامج اللي هم يقوموا به في مدنهم. يعني كانت لقاءات مفيده جدا الحق يعني. الرائدات انطلقا إلى المشاركة في مؤتمرات دولية. المؤتمرات طبعا كان أول مؤتمر في مدينة النمسا شاركت فيه سنة 2008. فعلا مرت الحركة بفترة فتور وتحدي. العهد السابق طبعا كانت فيه محاربة لخلق نوع آخر من النشاط. استفدت من الحركة كزميلاتي، باقي زميلاتي،
الحركة رسخت فينا مبادئ وقيم عظيمة، الحق، حب الوطن، حب العطاء، الاعتماد على النفس. فالرائدات انطلقن إلى المشاركة في مؤتمرات دولية. المؤتمرات طبعاً كان أول مؤتمر في مدينة النمسا شاركت فيه سنة 2008، مؤتمر في إسبانيا 2012، مؤتمر في اليونان، مؤتمر في بالي في 2017، السنة الماضية كان المؤتمر في المغرب، والسنة الماضية مؤتمر في اليونان. المشاركات الدولية طبعاً مفيدة جداً، بس يعني قبل المشاركات الدولية كنا قررنا أن نحن نخلق، بعد ما أخلقنا توأمة داخل ليبيا قررنا أن نحن نخلق توأمة هذه خاصة يعني بالرائدات ليبيا، لأن رابطة رائدات ليبيا قررنا أن نحن وخاصة مدينة بنغازي بالذات قررنا أن نحن نخلق توأمة مع الروابط في الدول العربية. خلقنا توأمة مع مدينة جمهورية، توأمة في جمهورية مصر العربية، في المملكة الأردنية الهاشمية، في دولة الإمارات. طبعا استقبلونا واستفدنا ورأينا أن في اختلاف في الحركة الكشفية خاصة في دولة في المملكة الأردنية الهاشمية، برنامجهم يختلف على الحركة الكشفية في ليبيا. حركة المرشدات في الأردن تتبع وزارة التعليم، هي مادة في المنهج، تدرس في المنهج. وفعلا زرنا مدارس ولقينا أن فيه في الجدول مادة اسمها الكشافة، يعني تعطى تدرس كمادة تتبع لي وزارة التعليم. التقينا بالوزير وشرحوا لنا برامجهم. طبعا لا يختلف الأنشطة، لا تختلف كثيرا، سواء باختلاف يعني عادة الأعياد المناسبات طبعا تختلف علينا، لكن الهدف في النهاية واحد وهو خدمة الوطن والمجتمع. بعدين طبعا تمت المشاركة في المؤتمرات الدولية، وزلنا إن شاء الله قدرنا ربي على العطاء ومازلنا مستمرين. فعلا مرت الحركة بفترة فتور وتحدي، فترة العهد السابق طبعا كانت فيه محاربة لخلق نوع آخر من النشاط، منافسة اللي هو كان سواعد الفاتح، ولكن بإصرار الرجال لا صدقوا ما عهد الله عليه، والشباب وأيضا القائدات، الحركة استمرت، وأيضا دعم المواطن. طبعا المواطن كان يفضل الحركة، انتساب الحركة الكشفية، فلذلك الحركة كانت أقوى من التحدي واستمرت. والدليل لاستمراريتها الرغبة في الانتساب إليها بكل الفئات، فتيات، فتيان، يعني طبعا نقصد لما نقول فتيات وفتيان نقصد مراحل مختلفة في العمر، يعني الزهرات والأشبال فما أكبر لهم طبعا يسمى في حركة المرشدات زهرات وفتيات ومرشدات بالنسبة للكشافة اللي هم الأشبال والفتيان المتقدم. طبعا كان الأعداد لزالت كبيرة لدرجة أن عزوا على الاستيعاب، لأن لما بتكون فرقة بيلها قائد والعدد أكبر من الاستيعاب، ولكن ما كانش فيه، كان فيه طبعا ترغيب وقبول
ما كانش، لأن احنا عندنا نظام الترفيع طبعا، ترفع يرفع مجموعة للفرقة الأخرى، ولكن الإقبال أكبر من الاستيعاب. ولكن الحمد لله الحركة مستمرة بإذن الله وبفضل عزم قادتها وروادها وفي العطاء المستمر بعون الله إن شاء الله. طبعا هم اللي احنا لما نشارك، من لما نحب نشارك نرغب في المشاركة، هي طبعا المؤتمرات العربية بالنسبة لنا نحن شاركنا في خلق توأمة تختلف عن المؤتمر. هذا توأمة نحن والفرقة اللي نحن مستضيفتنا أو من كون معها التوأمة، ولكن بنعطي فكرة طبعا على حركتنا، من أن نشيل معنا طبعا البرامج بتاعنا وأنشطتنا أيضا، لكن في المشاركات الدولية يكون في إعداد البرنامج يهمهم جدا نشر التراث، يكون فيه طبعا عرض لمحتويات تراثنا، قامت إعداد الأكلات الشعبية، عرض التراث الليبي كالأدوات طبعا المتميز بها ليبيا في المنطقة الجنوبية في بنغازي في طرابلس، وفعلا معجب به كثيرا صراحة، يعني كان متميز لأنه يختلف، يعني فيه تقارب في الدول العربية في بعض أشكال التراث، ولكن دولة ليبيا تتميز بتراثها وبمقتنياتها التراثية، يعدن القيدات في أكلات شعبية كثيرة. وأيضا أنشطتنا عندنا نحن في الحركة بعض البرامج الفنية اللي هي تتميز بها وتختلف عن ما يقدم الدول الأخرى، سواء كانت في الوطن العربي أو في دول يعني وفود عربية أو وفود أجنبية، فكان في تميز حق يعني في عرضنا نحن سواء كان بمجال التراث أو في المجال الأنشطة الكشفية. استفدت من الحركة كزميلاتي باقي زميلاتي، الحركة رسخت فينا مبادئ وقيم عظيمة الحق، حب الوطن، حب العطاء، الاعتماد على النفس، كيفية يعني تنشئة الجيل. يعني أنا طبعاً مدرسة من الرعي الأول، ففهمنا شنو يعني الجيل كيف تسيري، كيف تقومي سلوكه، كيف تقومي مسيرته، النصح، التوجيه، هذه كلها يعني قيم ومبادئ اكتسبناها من الحركة الكشفية. أيضاً الحركة زي ما قلت لك حببت فينا روح العطاء، نحب نساعد، نحب نساعد الآخرين، نحب نقدم شيء يعني اكتسبناه نحب نعطيه، ما نبخلش بأي أفكار، ما نبخلش بأي مجهود. هذه طبعا ميزات نتمنى أن فعلا الحركة الكشفية مدرسة، وأنا نتمنى من كل منتسبي الحركة الكشفية أنهم هم يحملوا رسالة، والمفروض أنهم يكونوا قدوة لكل من يقتدي في هذه السلوكيات.